لكن دعوني أقول لكم أن الجزائر أصبحت حالياً وجهة استثمارية حقيقية. ترجع كذلك ثقة المتعاملين الأجانب في بلدنا العزيز الجزائر. وكيف يمكنكم اجتذاب المزيد من الاستثمار؟ قررت الجزائر إعادة النظر في منظومتها القانونية والنظامية التي تسير الاستثمار في الجزائر. هذه المقاربات في الإصلاح العام الذي قرره طبعا السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه النهضوي. Thank you.